قبل ما نمر الأخ محمد من كندا، أخي أحمد كنا تكلمنا على قضية محمد الوالي، وإذا تذكر يعني في خلال هذا الحوار هو أنه محمد الوالي تغيرت لهجته، تغير أسلوبه معك. صحح لي إذا راني غلط، أنا في بالي باللي موش محمد الوالي اللي كان يتكلم، وإنما كانوا ناس هما متقمصين شخصيته من خلال الموقع، لأنه أراها كثير من الأحداث ظهرت فيما بعد. وصح علي إذا راني غلط، راهو درك الآن هذا العربيد هذا المدعو بن سديرة راهو يقول باللي هذه قضية الباديسية النوفمبرية، وقضية هذه زيرو قبيلي، وقضية هذه وراءها كمال الكانيش، وراءها كذا، ورابطينها بهذه المسألة. وعلى إثر ذلك راهو تم تنحية عديد من الجنرالات، كما أنه فيه ناس آخرين يقولوا باللي هذه لعبوا دور في هذه قضية ما يسمى بزيرو قبيلي، وعلى إثرها تم تنحية العديد من الجنرالات. يا هل ترى ما تشوفش باللي درك هذه القضية تاع محمد الوالي هو أنه تم استغلالها من أجل الإطاحة بناس، وإلا الناس اللي راهم درك هما في قيادة الجيش مازال هم متحكمين، وفقط القايد صالح سبقوا الأجل وتوفى الله يرحمه وخلاص، ولكن الجزائر راها في أيادي آمنة وراها ماشية إلى في الطريق المستقيم. شوف، قضية القايد، قضية الوالي ما عندها حتى علاقة بالجيش، ما عندها حتى علاقة ولا تأثير. نقطة مهمة نبهتني لها لأول مرة انتبه لها، هل ما كان يكتبه الوالي يكتبه هو أو يكتبه طرف آخر، خاصة الكلام الوقح اللي توجه لي. أنا محمد الوالي رافي دار الحق، محمد الوالي عمري ما سمعت منه كلمة خارجة عن الأدب معي، يعني آخر كلام سمعته منه هو كلام اللي مالف يكلمني به، كلام الأخ الصغير الذي يحب أخاه الأكبر ويحترمه. لم أسمع منه وراه في دار الحق، لم أسمع منه كلمة سيئة واحدة، رغم أنني قلت لك كان يزعجني بكلامه. كل الكلام البذيء الذي قيل عني كان عن طريق الكتاب، هل هو الذي كتبه أم لا؟ لأنني أنا من اللي بدأ يكتب في هذا الكتاب، الكتيبة هذه ما زلت تصل لي. هذه القناعة اللي وصلت لها، هذه القناعة اللي وصلت لها، لا سيما هو أنه صاروا الناس يتمسحوا بها. الله أعلم، قد لا يكون هو، وأنت هذه عندي يقين فيها. لأنني الآن أنا يا بعد ما نبهتني أنت لهذا الأمر، أنا مانيش جازم باللي هو اللي راه يقول في هذا الكلام، وبالتالي ما لازمش نحمل عليه، نتخذ منه موقف على أساس أنه هو اللي قال